اليوم اللجان المشتركة، اليوم اللجان المشتركة أعادت تبني النص اللي تقدمت فيه في جلسة ماضية، وتحول إلى مادة أولى في قانون الكابيتال كنترول اللي هو بيضمن حقوق المودعين المكرسة دستوريا وقانونيا، ويرفض المساس في أن تكون الضوابط الاستثنائية والمؤقتة أن تشكل أي شكل أو بأي شكل من الأشكال مساسا بأصول الودائع. فلذلك هذا النص اللي تقدمت فيه في جلسة سابقة وأقر قبل جلسة اليوم، أعيد اليوم بعد نقاش طويل ومعقد، أعيد التأكيد على هذا النص مجددا. أنا اللي بدي أقوله أنه بما أنه خطينا اليوم الخطوة الأولى، أنجزنا المادة الأولى ورحنا باتجاه المادة الثانية اللي لها علاقة بالتعريفات، يكاد يكون النقاش الجدي والفعلي بالكابيتال كنترول قد سلك. نحن من زاويتنا ككتلة سنسعى كما سعينا قبل هذا الوقت في أن نحسن وأن ندخل تعديلات جذرية على مشروع القانون، وعنا اقتراحات عديدة. الهدف من هذه الاقتراحات هي ما أمكن على مستوى السحوبات تحسين ظرف المودع الذي يتعرض لاستنسابية وتعسف قاتلين من قبل المصارف، ونسعى من ناحية أخرى إلى تقييد صارم للتحويل بالعملات الصعبة اللي أيضا عم تمارسها المصارف لصالح نافذين وقادرين إلى خارج البلاد. سنؤدي هذا الدور، وأعتقد أنه في إمكانية كبيرة إلى إدخال تحسينات جذرية على قانون الكابيتال كنترول. أنا اللي بدي أقترحه بالجلسات المقبلة أنه كل شيء اسمه رواتب أن تكون محررة تماما خارج أي قيد. بموضوع الاستشفاء نأكد عليه، لأنه عم نشوف العالم كيف عم تقتحم المصارف بطلب الاستشفاء، وأيضا فيما يتعلق بتسهيلات أخرى مثل إعادة الاعتبار للدولار الطالبي للقانون اللي له علاقة بالطلاب اللي عم يدرسوا في الخارج، اللي هو عمليا المصارف لم تلتزم به والتزمت به شكليا. كل هذا يتيح قانون الكابيتال كنترول إعادة يعني معالجة نقاط الضعف الكبيرة اللي عم تخلي وضع المودعين في غاية الصعوبة. هلأ المعركة الكبرى، وهذا يجب أن يكون واضحا، المعركة الكبرى إنما هي في قانون استعادة التوازن المالي الذي لم تقدمه الحكومة رسميا لغاية اللحظة، لكن على الأقل تسرب ونحن درسنا، ونحن ننتظر على أحر من الجمر أن يتحول هذا إلى اللجان المشتركة بهدف مناقشته. وهناك يجب أن تخوض الكتل معركة تصحيح المسارات المالية والاقتصادية التي تتصل بإعادة التعافي. نحن ككتلة كما وعدنا دائما، نحن في موقع الدفاع عن أموال المودعين، وسنبذل كل جهد قصارى الجهد في سبيل أن تعود هذه الودائع إلى المودعين. وأعتقد بأن النقاش اليوم يسير في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن نتمكن من معالجة هذه المشاكل بصورة جذرية. وشكرا.